ايه ازيك شباب، معاكم مازن باشا البلد. ورجعت لكم بفيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنلعب لعبه ام ام 2، لكن هنستخدم الادمن ونحبس القاتل يا شباب. ايوه، لازم نحبس القاتل على جرايمه اللي بقاله كتير جدا بيعملها ومحدش بيعاقبه عليها يا شباب. فطبعا ان شاء الله هيكون الفيديو جامد جدا، فابدا الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير. بس يلا على طول نبدا في الفيديو. اوكي يا شباب، زي ما انتم شايفين دلوقتي دخلت لعبه ام ام 2 عربيه، طبعا عشان اقدر اصور الفيديو ده. طبعا المقلب هيكون كالتالي، هبقى اعرف القاتل يا شباب عن طريق المنيو، واقدر شباب اشغل حاجه اسمها اي اس بي. دي يا شباب بتعرفني مين القاتل. مثلا شباب البت اللي اسمها زهر، زهر اسمي غريب بست زهر، ما اعرفش اسمها ايه والله، بس عامه يعني اقدر شباب بسهوله جدا اعمل لها جيل، يعني حرفيا احبسها، وهنشوف رده فعلها وهنشوف هتقول ايه. فطبعا شباب الفيديو ده هيكون جامد جدا. طبعا زي ما انتم سامعين انا صوتي واجعني جدا، فيعني استحملوني في الفيديو ده ان شاء الله صوتي يخف بعدين يعني. فيا يا شباب عندي برد، شباب عندي برد ووضعي صعب والله. ازيكم يا اخواتي؟ صوتي غريب جدا والله. عاملين ايه يا اخواتي؟ اربع بنات هنا عاملين سكيمات غريبه، وعمو ده بيكن، احسن ناس البيكن يا رجاله، احسن ناس والله، احسن ناس، احسن ناس الكنشنش، احسن ناس. يلا تعالوا تعالوا هنا، تعالوا هنا يا اخواتي، تعالوا هنا تعالوا هنا. يلا يا حبايبي، يلا يا شاطرين، يلا يا حبايبي. ادي يا عم ميسو، اوبا ادي يا عم ميسو. اول راوند يا شباب اخوكم شريف، شريف 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 قاتل، ما اعرفش اسمها ايه يا شباب. طبعا انا في المبدا عندي حاجه جامده جدا، وهي الاي اس بي، يعني شباب اقدر اعرف القاتل وهو الشخص اللي هناك ده. شباب هو اصلا مراقبة الناس، ف في حلين. انا بالنسبه لي اعمل انفيزبل بس الاول يا شباب كده عشان ما يجيش جنبي. احمل الانفيزبل، ما اشتغلش الانفيزبل، ما اشتغلش. شباب استنوا استنوا، ان شاء الله هيشتغل 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 يا شباب، هيشتغل. ايوه يا شباب كده انا انفيزبل، يعني محدش شايفني يا شباب. طبعا زي ما انتم شايفين انا معايا برضو بتاع دي، فاقدر اقبض عليها. استنوا شباب، هقبض عليها هقبض عليها. طيب اهم يعني ما عرفتش اقبض عليها قوي كويس شباب، يعني قبضت عليها بس بطريقه مش كويسه، خسرت يعني. بس هنكسب شباب الراوند الجاي، هنكسب الراوند الجاي، ما تقلقوش ما تقلقوش. وعلى فكره شباب كنت عايز اعرف يعني شباب ما نجحناش الراوند اللي فات، لكن هننجح هذا الراوند ان شاء الله. وطبعا عايز بمناسبه يعني احنا نتكلم دلوقتي مع بعض كده، عايز شباب اقتراحات لدواء حلو بصوتي ده، ما اعرفش في دواء للصوت ولا لا، بس يعني قولوا لي يا شباب قولوا لي. بس بقول لكم يا اخواتي الواد ده مش عاجبني، راح اسجنه. اطلع بره يا احم احم، انت ما طلعتش بره ليه؟ تعالى يا ابني تعالى، هسجنك هسجنك. انا من منتبهين. انت من المنتبهين ولا متابعين؟ اخويا المنتبه، اخويا المنتبه، اخويا المنتبه. ايوه يا عم المنتبه، احسن ناس. بحب اخواتي كل المنتبهين بتوعي، احسن ناس المنتبهين والله. قاتل، حاسس قاتل شباب، مش هنشوف نعرف مين قاتل كشاب. هي مش القاتل، ظلمتها ظلمتها. ماشي، القاتل يا شباب فين؟ القاتل فين؟ يا رب نعرف فين القاتل. هو القاتل ليه متلون بال هو شاب قاتل هنا. لا 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 ابعد ابعد. استنى شباب استنى 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 استنى، اختفي 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 اختفي، واروح لقاتل شباب، اختفي واروح لقاتل. القاتل شباب هو بيكن مان. ايوه عم يو. ايوه شباب حبست القاتل، اخدت القاتل معايا. تعالى يا حلو يا جميل، تعالى يا حلو. تعالى يا جميل تعالى. ايش ابقى ارميه من هنا شاب؟ ارميه من هنا ولا ايه رايكم؟ نرميه من هنا؟ شباب ما ينفعش ليه؟ شباب هنمشي بالقاتل كده، هنمشي بالقاتل هنمشي بالقاتل. انا ممكن اعمل له جيل، استنى شباب كده جيل. يو اسمه يويو. ايه نجح؟ لا شاب مش نجح الجيل يا شباب. ايه ده؟ ده هيقتلني، كان هيقتلني كان هيقتلني، الحمد لله ما قتلنيش. اوف انا بقى معايا مسدس زي ما انتم شايفين. ليتس جو، من غير غش تماما، مفيش اي غش في هذا الماب. الحمد لله يا جماعه الخير، الحمد لله على نعمه ال ال عدم الغش. ما تغشوش يا شباب، ما تغشوش، ابقوا زيي كده، عمركم ما تغشوا زيي. انا من متابعينك حبيبي، انا شرف تاني، شرف تاني، شرف تاني. طب والله جامد. استنوا نعمل انفيزيبل ونختفي بس كده على السريع، عشان ما حدش منهم يعني يعرفني، فاهمين قصدي؟ مش عارف اتحرك. قالوا لي لعبه روبلوكس. ايوه شباب كده عرفنا خلاص مين قاتل بالاي اس بي. بس شاب هنروح دلوقتي نمسك القاتل ونقبض عليه. مسكتها 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 مسكتها، مسكتهاش، حرام. اوف قتلتني، جاد دايمت، حرام. رخمة يا رخمة يا رخمة يا رخمة. ده معناه طبعا شاب لان يعني خلاص كده هخسر، مفيش الكلام ده. هعمل تو تعريف،
اسمها تعريف. يا لهوي اهرب يا مازن، اهرب اهرب مازن، اهرب اهرب اهرب. استنى شاب، ممكن اعمل لها جيل يا شاب، جيل تعريف. ليتس جو، الجيل نفع اهو شاب، الجيل نفع. ابلعي، تم القبض عليك بتهمة قتل مازن. القتل العمد مع سابق الترصد والتجهيز ومش عارف ايه بيقولوها ازاي. تم القبض عليك، واحد بيقول الله تم القبض عليك. استني عشان نعاقبك كويس. يلا احنا بضرب بيت اللي على جنبي، لا قصدي على دي. ماشي يلا شباب، قبضنا عليها شباب. عرفنا ازاي نقبض على الناس، عرفنا ازاي شباب نقبض على الناس، الحمد لله. طيب يا اخواتي، دخلنا راوند تاني عشان نكسب وننفخ القاتل بعون الله. دي بتمثل لكنها مش قاتل. تعويضه بيت ولا ايه؟ تعويضه يا بيت. اسمها ايه؟ جيل روزان، اسمها روزان. روزي عملت لها جيل يا شباب، عملت لها جيل. ايه ده شاب، ما تعملهاش جيل بيضيع منها السلاح ولا ايه؟ بقت انسنت عندي تاني. ابلعي يا روزي، ابلعي يا روزي، ابلعي عشان تعلمي تعملي ايه، تحاولي تقتلي حد تاني. دي هاكر على فكره، دي هاكر بنت، دي هاكر. تعمل تليبورت، لا اسلك اشاب. دي هاكر اشاب، دي هاكر اشاب، طلعت هاكر، طلعت هاكر. اعمل لها كيك ولا اشاب؟ اعمل لها كيك ولا؟ ايوه شاب، دي هاكر بتصير. ايه الهبل ده؟ رو عشان اشاب ممنوع هنا الهاكرز. احيانا يا شباب انا عملت الكيك الاثنين بالغلط عشان كان في اثنين نفس الاسم. يلا معلش بقى يا بنت التانية، قدرت ترجعي تدخلي في اي وقت عادي. فشباب طبعا احنا هنا بنطرد الهاكرز، اي هاكر بيتعمل له كيك على طول. تعالوا يا شباب ارميه، ارميه من هنا، ارميه من هنا شباب. لا ما نجحش، ما نجحش، ما نجحش، ما نجحش. هيقتلني، هيقتلني، هيقتلني. استنى شباب، ليتس جو. ابلع ياض، ابلع ابلع. تم القبض عليك بسبب محاولة قتل مازن. يلا شايف، تم القبض عليه، تم القبض عليه. استنى شايف نديله قلم بس كده. تعالى ياض، مش قلبه جوه شايف، مش قلبه جوه. والله العظيم جامد. استنى تعالى يا حلو عشان تحاول تقتلني تاني، عشان تشتمني تاني. اطلع زفت الطين انت، اطلع. الواد ده دخل تاني ازاي؟ انت زهقتني يا شباب. بالمناسبه دي بقى هعمل له ايه؟ هخلص عليه تاني يا شباب، هعمل له جيل عبود. اوكي شباب، ونروح له بقى نشوف هو عامل ازاي بقى، وهيبقى فرحان وهو معمول له جيل ولا لا. تعالى يا عبود، عامل ايه يا عبود؟ عامل ايه؟ كويس. استنى يا شباب انا ما معايا سكينه دلوقتي، استنوا كده بس. ابلع يا عبود يا شباب، انا بنتقم، بنتقم، باخد حق يا شباب. ايه ده، الشرف قتلتني بس هي ما تعرفش اصلا اني انا جايب السلاح عن طريق الادمن، فهي قتلتها كمان. بس يعني انا شايف عادي، عادي مش مشكله. اوكي يا شباب، زي ما انتم شايفين دلوقتي، ايه ده، في واحد انا شغال على عربيه الايس كريم. اخويا والله اداني ايس كريم جامد. هيا يا شباب معايا ايس كريم الحمد لله، دي اهم حاجه شباب، كل ايس كريم. ايه ده والله، ده فينا مكان بتاع اكل. دي كولا دي ولا ده ايه؟ منظر غريب، الحاجات الغريبه دي. يلا شباب مش مشكله، مش مشكله، عامه مش مشكله. هعرف اسمه بس واعمل له جيل على طول، على طول، على طول، على طول. دي بنت، البنت اسمها ايه؟ ريم ري. جيل ري. ليتس جو يا شباب، اتسجنت دلوقتي، اتسجنت. طيب، تم القبض عليك بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. هتشتمني والله انا عارف، انا زهقت، انا شتمت كتير قوي من الناس دول. بس انا شايف نعاقبها عقاب قانوني جدا. يا بنتي ضربي بقى، ضربي 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 بقى. يلا شباب نعمل لها انجيل ونشوف هتعمل ايه. ايه ده؟ قتلتني انا ليه؟ ايه الغباء ده؟ محققه غبيه. اوكي بتقتل دلوقتي، ما اتعلمتش من غلط شباب، ما اتعلمتش من غلطتها. ماشي استنوا كده، يلا بينا يلا بينا يلا بينا. هبقى معايا صراحه بفكر اساعدها، بفكر والله اساعدها. استنى شباب نساعدها، استنى نساعدها. يلا شباب اي خدمه، بساعدك يا بت. ايه ده؟ صدق انا غلطانه، انتوا بس مبقيين يا تيمرز يا محترمين، انتوا بس المبقيين يا تيمرز، تيمرز تيمرز بقى شباب، تيمرز. ياه يا على الرخامه، ياه على الرخامه. ماشي ماشي يا ريما، انت مش عارف اسمك ايه. استنى شاب، كنت عايز اساعدها في الاول لكن لا ما تستحق الصراحه. تعالي يا بت تعالي، اوبا انت قدها بقى وكده. خافت مني شباب، خافت مني، خافت مني، خافت مني. فكر شباب اخد الواد اللي حبيبها ده رهينة ولا تيمر بتايم معايا ده. اوبا لا كده مش هينفع. تعالى بت، تعالى بت. لا مش هتقتليني، مش هتقتليني، مش هتقتليني، بقول لك اهو. تعالى بت. ماشي 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 عادي شباب، اهم حاجه شباب اني يعني سجنتها شباب، اهم حاجه اني سجنتها.
عشان كنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، ودعوا لي شباب صوتي يرجع تاني طبيعي عشان انا تعبت والله. هو بس سلام.